الضمان الأساسي والأكيد هو وجود المبعوث الدولي معنا على متن الطائرة التي ستقول لنا الطائرة الكويتية. هذه الضمانة الأكيدة لذهابنا وإيابنا. رؤيتنا كاملة وشاملة أن تكون هناك القضايا المطروحة قضية الإدارة العام. إذا استطعنا أن نخرج بإدارة عام للقضايا التي سيتم مناقشتها في الجولات المقبلة فسنكون قد نجحنا كثيرا، وسنعرف أن هناك جدية في عملية الوصول إلى حلول للقضية كاملة.